ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الأعزاء، اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة بالنسبة خاصة بالنسبة للنساء اللي عندهم العادة الشهرية غير منتظمة، وهذه الوصفة كذلك غادي تنفع حتى الناس، حتى العيالات اللي نفسات وبحراء والدين. كيف ما كتشاهدوا احبائي الاعزاء، المكونات الحمد لله ما فيها شي مكونات غاليه، ولا المكونات اللي فيها وهو حبر شاد، عندنا التمر وعندنا الزبده اللي كنستعملوا في البيوت ديالنا. طريقة ديال الاستعمال ديال هاد الوصفة هادي أحبائي الأعزاء سهلة جدا. هاد الوصفة على حسب الذكر غادي تصاوبيها سيدتي كل يوم، لأن فيها الزبدة، وخا كاع تصايبي منها كتير غادي ضروري تسخنيها باش إلا بغيتي تاكليها أو لا تاكليها عادي ماشي مشكل. تستعمليها بحال فاش غادي تسخني الزبدة مع التمر مع حبر شاد، غادي تاكل تمعسي كل شيء، تمعسي التمر، ومن الاحسن ديري داك التمر المعسل، لان التمر المعسل ساهل باش تخلطيه مع هاد المكونين بجوج. طريقه ديال استعمال تحضير هاد الوصفه هادي، غادي نشدو معلقه ديال الزبده صغيره كيف ما كتشاهدوا، غادي نشدو المقدار الكافي اللي بغينا ناكلو داك النهار من التمر، يعني 5 الحبات حتى 4 الحبات، ونشدو نص معلقه صغيره ديال حبر شاد، نص معلقه صغيره ديال حبر شاد، ونديرو الكل نديرو في واحد المقله صغيره على نار هادئه، ونخلطو احبائي الاعزاء مزيان. يا ريت قلت لكم ديروا التمر يكون داك التمر المعسل، لان باش تحيدوا ليه العظم ديالو وتلوحوه باش يتعجن مع الزبده وحبر شاد، وغادي تشكل لكم واحد العجين، باش يشكل لكم العجين باش يكون ساهل في الماكله ديالو. الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الوصفه كيف ما قلت لكم احبائي الاعزاء، ناخذ معلقه صغيره ديال الزبده مع 4 الحبات حتى 5 ديال التمر المعسل مع نص معلقه ديال حبر شاد، ونديروهم في واحد المقله، ونحركوهم في هذيك المقله بشويه بشويه حتى تنكون واحد العجين. كيف ما وصيتكم احبائي الاعزاء، يا ريت ديروا داك التمر المعجون، يعني التمر المعجون يكون معسل، تحيدوا ليه العظم ديالو وديروه باش يسهل عليكم انها تحصلوا على واحد العجين، وداك العجين تناولوه يوميا، خاصة بالنسبة هاد الوصفة هادي غادي تنفع بزاف اللي بحرا والدة، يعني النفسات، وحتى العيالات اللي بغاو الدورة العادة الشهرية ديالهم تكون منتظمة، يا ريت ينتظموا على هاد فاش قرب تجيهم العادة الشهرية يديروا هاد الوصفة هادي. الحمد لله هاد الوصفة هادي كتساعد انها تنظف الوالدة، وكتساعد انها تنزل العادة الشهرية بواحد الطريقة سهلة ومزيانة. كنتمنى احبائي الاعزاء اللي ما فهمت شي حاجه في هذه الوصفه هذه ممكن تخلي الاسئله ديالها، غادي نجاوبها باذن الله، ونتمنى منكم انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وانكم تنضموا لي القناه باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.